خطيرة منتهى الخطورة، احمد شريف وعبر جمال، احمد شريف عاوز يعدي ولكن عبد المنعم لها بالمرصاد. هجمة للنادي الاهلي وهجوم معاكس بالنسبة للفريق فاركو. ايوه كده عاوزين هجمة هنا وهجمة هناك، عاوزين يا سادة نستمتع باحداث المباراة لان حتى الان المتعب مفتقد له في اللقاء. الشحات وان كاد حسين الشحات بعرضية استلم ابو علي، حسين الشحات والهدف جول جول. الهدف الاول هدف التقدم للنادي الاهلي. الثنائية الون والتو الون والتو الون بقدم وساب ابو علي واللمسة التو بقدم نجم النجوم حسين الشحات يحطها روعة على شمال محمد سعيد شيكا عشان النادي الاهلي. الهدف الاول هدف التقدم في الدقيقة 39 من الزمن الشوط الاول. هذه الثنائية هذه الثنائية هذه الون ثم التو هذه الون والتو واللمسة التانية جميلة جميلة بقدم حسين الشحات عشان يسجل هدف التقدم في المباراة. والهدف الثالث لحسين الشحات اللي كان هو هدف النادي الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا في هذا العام في عام 2024 وساهم بشكل كبير مع بقية اللاعبين ومع الجهاز الفني في التتويج بالبطولة القارية الجديدة في تاريخ النادي الاهلي. واحد الاهلي لا شيء نادي فاركو. هذا حسين الشحات 5 اهداف مع الاهلي.